left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد. معانا اقوى نظام اندرويد يا جماعه، تقدر تلعب عليه اي لعبه انت عايزها، اذا كان بابجي او فري فاير. انا جربت عليه كل الالعاب اللي احنا نقدر نشغلها عليه، بصراحه يعني يستحق احسن نظام على الاطلاق، نظام فيد او اس او فايت او اس يعني على حسب الاسم. وكمان اخر اصدار 17. ادي ده الويب سايت بتاعه يا جماعه، زي ما انت شايف هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، هتدوس على علامه الداونلود اللي تحت هيفتح لك الويب سايت ده. ركز بقى معايا عشان هنا في ناس كتير جدا بتتلخبط ومش بيقدر يشتغل معاهم النظام. طيب لو جيت دوست على اول واحد فوق ده بيجيب لك هنا، جاي لك هلك مره ثانيه، هنا بيقول لك ان النظام بتاعك يعني او الكمبيوتر بتاعك من 2010 2017 بنسبه جيل ثالث لجيل سابع، يعني او من الجيل الثالث للجيل السابع، وكمان بيقدر يشتغل على انتل سيليريون اللي هو البروسيسور اللي هو الخفيف جدا، وكمان انتل اتش دي جرافيكس. تمام، ده اول نظام. ثاني نظام تقدر تشتغل عليه من اول 2018 اللي هو الجيل الثامن والجيل ال 12، برده بيشتغل على السيليريون برده البروسيسور ده، وهنا برده بيقدر يشتغل على الكارت الشاشه الاتش دي انتل، او في كارت جديد يا جماعه لسه نازل، يعني اللابتوب اللي معاه ده في الكارت ده اللي هو اكس اي جرافيكس، ده جديد من انتل. اخر حاجه النظام اللي هو بيعمل على المعالج الاي ام دي من اول 2011 لغايه يومنا هذا، وكمان لو انت المعالج بتاعك اي ام دي وكمان كارت الشاشه اي ام دي هتقدر تختار الاختيار الثالث ده. طيب انا هقول مثلا انا جربت اول واحد ده اللي شغال معايا، وتاني واحد برضو هيشتغل، وتالت واحد لا لان انا ما عنديش اي ام دي، فانا دوست على اول واحد ده اللي هو الخفيف يعني او المتوسط، وبتحمله من هنا، بتدوس هنا مثلا على عايز تحمله من جوجل درايف ماشي، عايز تحمله هنا دايركت ماشي من اي كلاود، وهنا برضو في ثلاث حاجات تقدر تحمل منهم، فانا بتختار اول واحد اللي هو الاولاني ده، هتلاقيه بيحمل فوق زي ما انت شايف. طبعا انا حملته مش هحمله تاني. تعال بقى نجرب مع بعض ازاي هنثبته بجانب الويندوز ونجرب عليه الالعاب مع بعضينا. زي ما انت شايف كده انا نزلته خلاص اهو، لو انت بصيت كده هتلاقي الملف اهو زي ما انت شايف بحجم حوالي جيجا ونص. تمام، وبعد كده يا سيدي هنبدا بقى نفك الضغط بتاعه اهو، هندوس كده كليك يمين وندوس اكستراكت هير بالشكل ده، هتلاقي ان هو بيفك الضغط دلوقتي عادي على النظام. وكل حاجه تعمله لو انت عندك هارد خارجي عايز تثبت النظام عليه مره واحده، عاوز تعمله على فلاشه يو اس بي، عايز تعمله على اي حاجه تقدر تستخدمها مفيش مشاكل، عايز تجربه على الفلاشه ماشي، عاوز تعمله على اليو اس بي ماشي اللي هو زي لو عندك راكه او هارد يو اس بي تقدر تستخدمه، عاوز تعمله في نفس اللابتوب ده او الكمبيوتر ده برضه تقدر تستخدمه. فاحنا هنجربه دلوقتي مع بعض على نفس اللابتوب ده دلوقتي، فانا انتظر لغايه لما يفك الضغط وبعد كده نكمل الخطوات مع بعض. خلاص يا جماعه، بعد ما احنا فكينا الضغط اهو عن الملف زي ما انت شايف اهو كده، بقى الملف اهو بقى ملف ايزو بالشكل ده زي ما انت شايف بعد ما احنا فكينا الضغط. تمام، كل اللي هنعمله بقى يا سيدي هنيجي على الويب سايت ده، هننزل الاداه اللي هي ديت زي ما انت شايف، بتختار البورتيبل دي هتدوس كده عليها، طبعا انا محملها هدوس كده بدء التحميل، يبقى احنا كده خلصنا الاداه. هسيب لك برده رابط في الديسكربشن. تمام، كل اللي بقى نعمله هنحط بقى كده ايه الفلاشه عندنا في الكمبيوتر عشان نبدا نسطب النظام بجانب الويندوز عندنا. حطينا الفلاشه كده عندنا في الكمبيوتر، هندوس كده هنا على الكمبيوتر بتاعنا، وهندوس كده كليك يمين وندوس كلمه فورمات عشان لازم تكون فاضيه خالص، وندوس كده ريستور، وهنا لو في ليبل اللي هو الاسم يعني هتشيله، وبعد كده تقول له ستارت، وبعد كده تقول له اوكي. خلاص كده فلاشه يا جماعه اتفرمتت اهي زي ما انت شايف. هنيجي نفتح بقى الاداه بتاعتنا دي اهو كده، هندوس كده عليها وهندوس كده الكلمه دي فلاش فروم فايل، هيطلب مننا ان احنا نختار النظام بتاعنا اهو اللي احنا فكينا الضغط بتاعه اللي هو ده بالشكل ده زي ما انت شايف اهو، هتدوس كده عليه، وبعد كده يا سيدي هتلاقي هنا هو بيجيب لك هنا الفلاشه يو اس بي على طول، وبعد كده تقول له هنا كلمه فلاش، هننتظر لغايه لما نقول له كده يس، هننتظر لغايه لما يعمل فلاش على الفلاشه عندنا يعني يحرق النظام على الفلاشه، وبعد كده نبدا نكمل النظام على الكمبيوتر بتاعنا بجانب الويندوز. خلاص يا جماعه كده النظام اهو خلص، ابيادي هنا بيقول لك ان الفلاشه جاهزه للاقلاع، هندوس هنا اكس. طيب في نقطه كمان، هندوس كده اكس برضو، في نقطه كمان النظام ده كل ما تديله مساحه كبيره كل ما تقدر تنزل العاب بحجم كبير. طيب انا عندي هنا مثلا في حوالي 77 جيجا فاضيين، فانا عندي مثلا ايه عايز اخد من البارتيشن ده جزء، هندوس كده كليك يمين ونقول له مانج بالشكل ده،
وكل اللي علينا نعمله بقى هندوس على ديسك ميجمنت كده. وعندك هنا يا سيدي ادي اهو البارتيشن اللي احنا هناخد منه مساحه. هندوس كده كليك يمين وتقول له شرينك فوليومز بالشكل ده، بيقول لك 79 جيجا بس تقدر تاخد المساحه بتاعتهم. فانا كل اللي انا هاخده مثلا حوالي 40 جيجا، برضو 40 جيجا كويسين مش وحشين، هنقول له شرينك بالشكل ده. انا خدت كده 40 جيجا يا جماعه من البارتيشن ده. هندوس كده برضو كليك يمين، هيجت لي جاب لك باللون الاسود ده، هندوس كليك يمين ونيو سيمبل كده، وتفضل بقى تدي له نيكست كده، ما تجيش جنب اي حاجه لغايه ما يفنش، وهيبدا يجيب لك ان هو كده خلاص عمل بارتيشن جديد اهو. لو دخلت على البي سي هتلاقي البارتيشن الجديد اهو، نيو فوليوم اهو، ويبقى مساحته حوالي 40 جيجا كده. احنا خلصنا اخر خطوه، هنبدا بقى نجرب النظام بجانب الويندوز دلوقتي ونثبته بطريقه سهله جدا. تابعوا معايا دلوقتي يا جماعه. هنظبط البوت بقى بتاعنا زي ما انت شايف كده. دلوقتي كل اللي عليك هتعمله هتدوس F2 او F10 عندك في اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، وبعد كده نظبط البوت هنا عندنا. هندوس كده على كلمه بوت فوق وتنزل تحت شويه، اهم حاجه اوبشن بوت ده يكون الفلاشه بتاعتك، هتدوس كده عليها وبتختار الفلاشه بتاعتك بيبقى اسمها هنا. انا مختار مثلا الفلاشه بتاعتي اهو، وبعد كده تدوس F4 وبعد كده تدوس يس، واصبح كده ان احنا ظبطنا البوت يا جماعه زي ما انت شايف كده. هنظبط النظام اهو، فتح قدامك اهو اللي هو فيد او اس، هنظبطه بجانب الويندوز دلوقتي. بتظهر لك الواجهه اللي انت شايفها دي، عايز تغير اللغه بتغيرها من هنا، هتخليها العربيه، وبعد كده تقول له حسنا. وعندك هنا طبعا بيجي لك بالشكل ده اخر اصدار ده الفيرجن 17 يا جماعه الجديد، تقول له الخطوه الاولى. بيطلب منك هنا تثبيت النظام، لو دوست على اول واحده ديت بتثبت النظام بجانب الويندوز، لكن لو انت عايز تجربه بتعلم على دي. فانا هثبته بجانب الويندوز، هتدوس كده عليها وتقول له التالي. عندك هنا لو دوست اول اختيار، الاول اختيار ده هيشيل لك كل حاجه على الهارد حتى لو عليها بياناتك ولا اي حاجه. عندك هنا بيجيب لك مالتي بوت، فانت هنا اللي بيبقى تاني اختيار بجانب الويندوز. انا اختار تاني اختيار، بعد كده نقول له التالي. اول حاجه بتختار البارتيشن اللي احنا عملناه يا جماعه، اللي احنا عملناه 40 جيجا اهو، بتدوس كده عليه. تاني اختيار اللي هو الاوبشن بارتيشن اللي هو بتاع اليو فاي، هتدوس كده عليه، هو ما فيش غير واحد بس اللي هو 100 ميجا. وبعد كده بتدوس على اول اختيار ده انستول بجانب الويندوز اهو ريكومنتد، فبتختار الاوبشن اللي انت شايفه ده تمام. بعد كده يا سيدي بتقول له تثبيت، اصبح كده ان هو بيعمل لك انستيلنج، هنصبر شويه لغايه لما يخلص تثبيت، وبعد كده يطلب مننا ان احنا نعمل ريستارت للكمبيوتر. بعد ما يعمل ريستارت للكمبيوتر هيبدا يجيب لنا النظام بتاعنا بجانب الويندوز ونجربه مع بعض ان شاء الله. هننتظر لغايه لما الخطوه دي تخلص. خلاص يا جماعه، وهنا جاب لك انستيلنج كومبليتد، فهو كده خلص، بيطلب منك ايقاف التشغيل، فاحنا هنقفل هندوس على ايقاف التشغيل، وبعد كده نبدا ندخل بقى على النظام بتاعنا. زي ما انت شايف بعد ما الكمبيوتر بتاعك بيرستر يعني هنا بيخيرك لا اما تختار ده الويندوز لا اما تختار الفيد او اس. فانا اختار الفيد او اس بالشكل ده، تقول له انتر، وبعد كده هو بيختار على طول انتر مره واحده، بيفتح لك النظام زي ما انت شايف كده. بعد كده هنبدا بقى نظبط بقى الاعدادات مره ثانيه، وبعد كده خلاص هنختار اللغه من هنا، هنخليها اللغه العربيه برده، وبعد كده تقول له حسنا، وبعد كده تقول له برده الخطوه الاولى. هيطلب منك هنا انك انت تضيف الواي فاي بتاعك، فانا هضيف باسورد الواي فاي بتاعي تمام، وبعمل اتصال زي ما انت شايف كده بالواي فاي، بيقول لك جاري التحميل. انا اظبط كده الدنيا، تقول له قبول المواصله. وعندك هنا بيديك اتاحه لو انت عايز تعمل اكونت عندهم او تدخل اكونت جوجل، فانا هضيف اكونت جوجل، هنقول له التالي. انت مش عارف ايه، خلاص كده احنا عارفين الخطوات دي، هنكتب الايميل بتاعنا. انا كده ضفت الايميل بتاعي يا جماعه، فانا اختار المظهر الداكن ده ونقول له كده التالي، وبعد كده تقول له الخطوه الاولى. خلاص كده احنا خلصنا يا جماعه كل حاجه انت تتخيلها. عندك هنا الاضاءه والصوت، عايز توسع شويه مش عايز فيش مشكله. عندك هنا القائمه اللي على اليمين بتاعتهم، فكل اللي هنعمله بقى هنبدا نضيف متجر بلاي يا جماعه في القائمه ديت، هقول لك تضيفه ازاي، وهقول لك كمان التحديثات دي ايه او النظام الجديد ده هو ضاف ايه تمام. طبعا عندك هنا في اليمين بيقول لك السوق الالكتروني، السوق الالكتروني ده بتاع الجوجل فاحنا كلنا عارفينه. وعندك لو دوست برده على القائمه اللي على اليمين بيجيب لك برده حاجات ثانيه اقول لك عليها دلوقتي. زي ما انت شايف السوق الالكتروني اهو، بعد كده ندوس القائمه ثاني هتلاقي كلمه اندرويد، هندوس كده عليها بالشكل ده، وبعد كده اتعلم العلامه دي وتقول له لانش كده بالشكل ده، فيبدا بقى نظبط بقى موضوع جوجل بلاي ومتجر بلاي عشان تنزل التطبيقات اللي انت عايزها. هنقفل دي كده احنا مش محتاجينها، هنصبر لغايه لما يبدا يحمل معانا، هننتظر لغايه لما يخلص. اهو فتح لنا طبعا دلوقتي هنا الاندرويد بالشكل اللي انت شايفه ده، ادي النظام اهو، ادي اللمحه زي ما انت شايف، ادي اصدار رقم 9، بصراحه بيشغل كل الالعاب يا جماعه النظام ده. وادي عندك هنا طبعا جوجل كروم اهو بالشكل اللي انت شايفه ده، ادي هنا لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي اليوتيوب تمام شغال معاك وباللون الاسود زي ما انت شايف، يعني حاجه جميله جدا جدا يا جماعه. انا اقفل كده
وهنا عندك هنا الملفات، هنا مدير الملفات زي ما انت شايف الملفات اللي انت بتنزلها، وكمان النظام ده بيتيح لك انك انت تضيف كمان ملفات اي بي كي من بره خالص، يعني شغاله وما فيهاش اي مشاكل. عندك هنا لما بتفتح القائمه اللي على اليمين ديت كده وبتدوس هنا على بدون اسم هتلاقي كلمه ستور، دي ده الستور الجديد بتاعه يا جماعه. عايزين نظبط بقى متجر بريه يا جماعه، هندوس على الاختيار ده وبعد كده تقول له اديت بالشكل ده وتقول له هنا اضافه التطبيق، هنقول له كده اوبن اب، هيجيب لك بالشكل ده، تعلم على العلامه دي وتقول له نيكست كده، هننتظر لغايه لما يجيب لنا الكلام ده كله، نقول له انستول ونقول له نيكست، وبعد كده تقول له نيكست وبعد كده نقول له اوكي. ده كده بيثبت معانا يا جماعه متجر بلاي، هننتظر لغايه لما يخلص خالص وبعد كده نبدا بقى نجرب الالعاب مع بعض. قبل ما يخلص هقول لك بقى الاستكشاف، ادي هنا الحاجات اللي على اليمين ديت، دي تقدر تنزل التطبيقات، ده الاستور اللي هو الجديد، النظام الجديد اللي عمله في او اس 17، وادي عندك هنا تقدر بقى تنزل الحاجات كلها اللي انت محتاجها، السيمزات ممكن تنزل، سيمزات ممكن تنزل، كمان تطبيقات تنزل العاب، بس هو طبعا الناس كلها بتحب متجر بلاي، فهننتظر لغايه لما هو يكمل لنا الكلام ده كله وبعد كده نبدا نضيف متجر بلاي، هننتظر لغايه لما يخلص. خلاص هو كده خلص يا جماعه، ودلوقتي بعد ما بيخلص بيطلب مننا ريبوت ناو، هنقول له ريبوت ناو كده، هيرستر النظام وبعد كده نبدا ندخل مره ثانيه. بعد ما رستر الكمبيوتر يا جماعه بيجيب لنا نفس الواجهه برده زي ما انت شايف، انا هختار الفيد او اس وبعد كده نقول له انتر، وهننتظر لغايه ما يبدا يفتح معانا النظام من اول وجديد. ويبقى هنا بيطلب منك الباسورد، الباسورد ده اللي هو بتاع الاكونت بتاع جوجل، واخد بالك، هنكتب الباسورد، وادي ظهر يا جماعه متجر بلاي، هندوس كده عليه، طلب مننا تسجيل الدخول، هنكتب بقى الايميل بتاعنا اللي هو اللي متضاف على النظام نفسه، هنكتب الايميل ونرجع نشوف متجر بلاي. كده ضفنا الايميل بتاعنا يا جماعه زي ما انت شايف، هنقول له كده اوافق، واصبح كده متجر بلاي شغال معانا وبدون اي مشاكل، هتقول له ليس الان مفيش مشكله، خدمات جوجل هتقول له برده قبول، وادي متجر بلاي يا جماعه يعمل وبدون اي مشكله. فتقدر تنزل اي لعبه النظام ده يا جماعه، اي لعبه بتشتغل عليه، يعني انا جربت على العاب كتير جدا اوريها لك دلوقتي وهتشوفها دلوقتي. وبكده يا جماعه النظام زي ما انت شايف اهو ظبطناه، والالعاب كلها شغاله وتعمل بدون اي مشكله، والتطبيقات والالعاب وكل حاجه. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، تشتركوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.